زي تكوين عشوائي استخدمت في الدايرة. نعم. الله يحفظك. على أساس بتدي شكل الفراغ أو الكود المفتوح. تاخد حضرتك هي مجرد لعبة مع الدايرة مش أكتر يعني. أصل أنا وصل لمخيلتي اللي دي منطقة صراع. حرب. صراع هو دي اللي تحت دي دي عملتها في أيام الثورة. آه. 2012. طبعا الثورة. القرية بقى. القرية اللي كلها النمل دي قصتها يحكيها لنا الأستاذ محمد المؤرخ بتاعنا. اتفضل يا أستاذ محمد. الباحث طبعا في مجالس مجلس المدينة وبيكتب في تاريخ القرى والبلاد. محمد سعود صح؟ عسقلاني. أيوه. هو اللي يفيدنا أكثر في لا لا يا فندم. يعني القصة الحقيقية عنده هو. لا دي قرية من قرى مصر اللي هي هجم عليها النمل. اللي هو زاحف على الصحراء في فتره من الفترات او على قرى الصعيد يعني. وهي دي اخرها او الدواجي بتاعتها ويمكن من ضمن القرى اللي هجم عليها النمل الابيض تمام اللي يمكن حضرتك سمعتوا عنها اما مسمى القريه نفسها سواد والكلام ده كله هي اصلا ترجع المجموعه شرق النيل مدخل المنيا ده اللي هو مدخل الزاوية ده مجموعة أبيور. نعم. مجموعة أبيور مسيحية متوارثة تمام لكبار كهنة أو قساوسة الأخبار من كده. فنجل دي الرئيس عبد الناصر الله يرحمه تبنى القرى اللي زي كده وأنشأ لهم قرى اللي هي موجودة تحت. يعني أصول يعني دول كانوا في الجبل. الناس دي كلها كانت سكان الجبل. يعني مش أسطورة النمل اللي أكل لا لا دي كانت حاجة ظاهرة وعامة زي القرون وزي أي حاجة. طب والشيخة سلمى؟ والله أنا أعتقد يعني اعتقادي أنا الشخصي لأني بحثت في موضوع الزاوية كل ده وليا بحث فيها بحث يعني نعم. أعتقد يعني إن هي خرافة من ضمن خرافات السوقيين. طيب والدم اللي بيظهر يبقى بالشكل الزي ده؟ معرفش حقيقة. أصل محدش هيطلع وبعدين مفيش مضمون. هقول لحضرتك يعني مثلا لما تنتقل للشيخ شرف مين الشيخ شرف؟ أنا أول مرة أسمع أو الموقع المدافن بتاع بورقوس؟ لا لا المدافن بتاع المنيا اللي هو على تبة الزاوية أصلها الزاوية نفسها منطقة حربية والقدماء مصبوبين. حتى حضرتك لما تيجي من الشمال أو الجنوب هي واخدة شكل الزاوية دي اللي هي المدافن الجديدة اللي هي الزاوية نفسها المدافن القديمة القديمة هي المنطقة الأثرية بتاعتها وهي مدينة حب نور هي مدينة اللي هي عاملين حواليها السياج دوت منطقة الآثار كلها هي آخر المدافن في الزاوية أيوة اللي هي واخدة شكل الزاوية حضرتك لما تروح على البر الغربي من ناحية العوام والحتت دي هتشوفها هي واخدة زاوية بالظبط في منتهاها فوق هتلاقي النضارة اللي اتعملت في العصر الفاطمي النضارة في هناك ضريح يقال إن هو أحد من اللي عارفينه ولكن هو مفيش حد مكتوب كانوا دايما الاسم اللي أنا قلته من شوية الشيخ ياسين أنا أول مرة أسمع الشيخ شرف يعني كنا نروح النضارة دي كنا واحنا صغيرين هي قصة الأضريح دي بدأت في العصر الفاطمي يعني هو في ضريح هنا؟ في ضريح هنا فوق في الجبل؟ في ضريح